الآن حمزة الذي يبحث عنه معالي مدير الجامعة وعنده فقرة راح مدير الجامعة نطرد حمزة على مدير الجامعة مش نطرده عنده فقرة خفيفة يعني في حدود 5 دقائق كذا موضوع تعتبر سؤال وجواب مع زميله من بلده وسوف يعرف به هو فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيشرفنا في هذا الحفل المبارك أن أتقدم بأخي زميلي الطالب حذيفة ابن عبد ابن محمد الأمين توراوة من مدينة كانو من شمال نيجيريا الذي جاء للمقابلة وفي اليوم الخميس الماضي استضاف تشرف بحضور حفل البرنامج عن الدفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقيم في داخل الجامعة فرأى دكتور عبدالله الفالح أن يأتي في هذه المناسبة لنستمتع ببعض مواهبه وتجاربه الاسم الكريم اسمك قدمت اسمك وهو أخ الطالب حذيفة ابن محمد الأمين الدوراوة من مدينة كانو متى حفظت القرآن الكريم؟ حفظت القرآن الكريم عليك الثانية عشر طيب الله يبارك فيكم نعم الآن كم عمرك؟ كم عمرك الآن؟ الآن 18 عاما مبارك طيب الآن نشرت بعض الصحائف في بلادنا أن والده يشتغل القائد الأكبر لقوات الحزبة التي تضاهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية وقام بضبط مجموعة من الخمر وأحرقها فهل وقدمت شيئا هناك هل ممكن تسمعنا بعض الأشياء التي قدمتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم لما جمعت متاعي في حقيباتي شملت للسفر طول المسافات سيرا لحفظ أحاديث الرسول لكي أصحو وتوضع في رأس الإمامات نبئت أن زمان السير مرتفع فالسير مرتفع واليوم لم يأتي لكن صبرت فصار الرفض يفرحني لما سمعت بتفجيل اللعينات الله حرم شرب الخمر فاتعظوا فالخمر تحدث آلاف الحماقات فيها يصد عن الصلوات والذكر إبليس ثم بها يلقي العداوات ما سكر العقل خمر يا أخي فاعلم قول الرسول الذي يعطى الشفاعات ملعونة هي بل من أجلها لعنت عشر فردت أذكرها بأبياتي هي نفسها وكذا من كان يشربها أيضا ومسكنها أعني سجاداتي حمالها وكذا من إليه قد حملت ما فيه قد حملت من أجل أن تاتي زد عاصرا وأضف ساك وباعرها والمشتري لعن فاحفظ مقالاتي الحمد لله رب العالمين على إنعامه وله أزكى التحياتي ثم الصلاة على المختار سيدنا فهو الخليل لدى رب السماوات يا رب أحسن لجيش الدين الحزبة عظم وعذبهم شر العذابات الآمنون بعنف ثم إنهم ينهون عن منكر آلاف مرات جزاك الله خيرا طيب الآن سمعتك قد نظمت شيئا بالنسبة للمقامة مقامات الحريري أو خطابة على تضاهي بها مقامات الحريري هل يمكن أن تسمعنا منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله التواب يتوب على من تاب خالق خلقه من تراب والصلاة والسلام على النبي الأواب الهادي إلى الصواب والنذير عما جر إلى العقاب وآله والأصحاب وأولو العلم والألباب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم فتح الأبواب أما بعد فقد جئت إلى هذا المكان يقول شيئا مما علمني الله من البيان أم مشكلات الشباب في هذا الزمان وطريقة النجاة منها بتبيان يا أخي السامع لمقالتي لا تنتبه بمذلتي بل اعمل بنصيحتي وانصحني غدا في قبيحتي كيف رأيت الشباب اليوم كأنهم لا يخشون اللوم لا يهتمون بصلاة ولا صوم لا يهمهم إلا الأكل والنوم واللعب طول اليوم أيصح هذا وهم
مصطفى للقوم كم ضيعوا من الوقت فلم تنفعهم جمعة ولا صمت لا ينفعهم كلام ولا صمت يلعبون فكأنهم أمنوا من الفوت يا صاحي اسأل نفسك من أنت كيف نفضل الجوال على القرآن ونكفر عن قائد اللسان حتى نلقبه بالشيطان ونحن نفضل بالأركان أيصير هذا يا إنسان جزاك الله خيرا طيب ما هو طباعتك لهذا الحفل الكريم؟ أولا أقول أقدم شكري مدير الجامعة ومشايخ الكرام أقدم عليهم شكر نعم وهنا أقدم شكر لمشايخ الذين استفدنا من علمهم ومن ينبوع بحر فوائدهم في دورة التعريف بضوابط وقواعد في دولة قواعد وضوابط التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم شيخ الشمغاني والشيخ الحجيلي والشيخ الذي من أجله أتيت إلى هنا الشيخ عبد الله الفالح نعم أقدم إليهم شكرا جزاك الله خيرا وأخيرا ما هو بيانك ونصيحتك للطلاب في نيجيريا؟ جميع طلاب العلم أقدم هذا نصيحة للطلاب يا أخي هل فكرت أو نظرت أو عقلت في شؤون الحفظ هذا الذي أي فيه أنت إنه سهل ولكن فيه صعب إن بلأت بابه سكة ولكن فيه قصب إن صبرت جزاك الله خيرا أسأل الله أن يوفقك هذه من ثمور جهود والده وهو زميل للشيخ جعفر محمود آدم الذي أغتيل في محرابه خريج الجامعة الإسلامية الذي قدم وقدم وجدد الإسلام والسنة في شمال وعموم نيجيريا وغرب إفريقيا قاطبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء ويحفظك من كل مكروه وأن يجزي الطالبين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وخاصة في كلية الحديث الشريف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى إنه لذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم نستسمحكم بمسابقة خفيفة يقدمها لنا محمد بصالح فليتفضل مشكورا كيف نستسمحكم؟ يعني كيف نستسمحكم؟ نبهجكم بمسابقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الليلة المباركة وأحيي عميد الكلية ووكيل الكلية وأعضاء التدريس مشايخنا الكرام وزملاء الطلاب. والشيخ الدكتور قاسم كلفني بمسابقة يعني خفيفة جدا لطيفة جميلة. أنا اخترت طالبين، طالب من إندونيسيا اسمه عربي. وطالب من باكستان اسمه سعد وجائزته مسجل يعني فخم جدا يعني أصلي ياباني لكن مو ياباني ياباني تجميع اندونيسي يعني فنريد الأخوان الطلاب الذين يعني اخترت أسمائهم سعد وأربي لا الطالب تفضل الطالب من الكاميرون يعني معلش أخطأت مصطفى المسابقة جلالتي تفضل هنا أنت يا مصطفى تفضل هنا الاسم سعد العمر 22 الحد 23 سنة مستوى سابع مبروك الاسم مصطفى أبو بكر جنسية كاميرون حرش متزوج وولدين سنة نهاية أسماء أبو بكر صديق وواحد خديجة هي مسابقة ليست مقابلة شخصية المسابقة كالآتي سيأخذ الأخ سعد ثلاث بالونات أيوة بس لا تبدأ تبدأ ويأخذ الأخ مصطفى ثلاث بالونات بس أنت اللون يعني خذ هذا أه؟ لا 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 لا
واحد اثنين ثلاثة. المسابقة كالآتي، ما نريد الكلام مرة واحدة بس، اسمع الشرط. كل يعني إذا قلت ابدأ كل ينفخ البالونات، والتي تكون أكبر هو الفائز. التي تنفجر خلاص تربح. بعدين ننظر من الأكبر، إذا بقي التساوي الأكبر هو الفائز. نبدأ. دكتور قاسم. لا يا رب. بسم. طيب واحد. ها؟ أيوة ثلاثة مو نص ثلاثة. لو واحد أكبر من اللي عنده كلها. أيوة. يلا بسم الله. واحد. اثنين. ابدأ. واحد اثنين ثلاثة. بس ينفخ ينفخ. أقوى. أقوى. انفخ انفخ من هنا اقوى. لا لا انفخ انفخ اكثر اكثر اطلع هواء. ما شاء الله لا انت انفجر انفخ يا اخي. انفخ 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 هو على انت اربط يلا اربط 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 هذا اربط بعدين ابدا. انا لو ربطته انا ايوه انا فايز انا فايز بسرعه يلا. لا اكبر شيء اول الجمهور. الجمهور.
ستار. Thank you.